اتمنى ان الزمالك يرجع قوي زي زمان، يعني يحقق كل البطولات زي الكونفدراليه، السوبر المصري، وكل طبعا الحاجات دي بتيجي بالجهد والتعب. اتمنى له لو يكسب كل البطولات زي كاس سوبر والدوري وافريقيا، علشان الكره المصريه يكون ليها مكانها. يعني اتمنى ان هم يكسبوا كل البطولات وياخدوا الدوري وياخدوا كل حاجه باذن الله. الموسم الحالي هيرجع لوضعه الطبيعي باذن الله. والزمالك فرقه عريقه، فرقه عريقه، يعني ممكن تاخد كاب بس بترجع تاني وبترجع اشد من الاول. اتمنى ان هو يكسب كل الماتشات زي البطولات والدوري والكاس ويحقق كل نجاح كبير يعني ان شاء الله. اتمنى له كل خير. نادي الزمالك نادي كبير جدا وناس محترمين ولاعيبه كويسه جدا ومدير فني كويس، ونتمنى له كل خير. هو ده النادي رقم واحد في مصر، ولو ما فيش زمالك ما فيش كوره، ما فيش نادي زمالك ما فيش كوره. انا داخل اتفرج، هم اللي بيدونا دفعا بص ونتفرج ونتابع. انا امنياتي ان شاء الله دوري وكاس ويكون فيدراليه وانتخابات تعدي بخير. بصراحه امنياتي يعني واتمنى ان هو يتفوق دايما ويكسب ويحقق ان شاء الله اعلى المراكز يعني باذن الله. لو الزمالك يعني حضرتك شد حلو شويه ومركز في الماتشة دي ان شاء الله هنطلع الاول على كل الماتشة يعني، وحتى الدوري احنا اللي هناخده يعني، مفيش اي فريق تاني يعرف يكسبنا.